الصحيح لاتجاهات الفقه الإسلامي وأصوله ومسائله. وكذلك أيضا يحضر معنا الأستاذة الدكتورة فاطمة سيف راشد أحمد الدهماني، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية الشقيقة. يحضر معنا كذلك العلامة الفقيه المفسر العميد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. كما يحضر معنا الأستاذ الدكتور نبيل السملوطي، عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا، وسوف يلقي البحث عنه ولده الأستاذ أشرف نبيل السملوطي، الأستاذ الدكتور أشرف نبيل السملوطي المدرس بكلية التربية. ويحضر معنا كذلك فقيه كبير هو الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، والأستاذة وفاء عبد السلام الواعظة المشهورة بأحاديثها الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والقنوات المقروءة، الأستاذة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف. وكذلك أيضا يحضر معنا السيدة نور سافيتا، مدير معهد التدريب الإسلامي في ماليزيا. وموضوع هذه الجلسة يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه يعالج موضوعا في غاية الخطر والأهمية بالنسبة لدور المرأة في بناء المجتمع، وهو دورها في خدمة المجتمع. طبعا الأدوار التي تقوم بها المرأة منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة هي أدوار خطيرة وجليلة، ولا يمكن أن تستقيم حياة البشر إلا بها. ولذلك فإن التركيز على هذه الأمور من الموضوعات التي تفيدنا في ديننا وفي دنيانا، ولذلك فإنني أرجو أن نكون على يقظة كاملة ونحن نستمع إلى هؤلاء العلماء الكبار، وأن يكون لنا أيضا مشاركة علمية أن تكون لنا مشاركات علمية فيما نسمعه، لأن العلم أخذ وعطاء ومناقشة. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفتح علينا من أنوار علمه ما يوضح لنا مغاليق دينه الحنيف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله بكلمة صاحب المعالي الفقيه المالكي الكبير الأستاذ الشيخ السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم، فليتفضل مشكورا مأجورا من الله تبارك وتعالى بإلقاء كلمته في هذه الجلسة. تفضل يا أستاذ. شكرا. أنا مع الوزير. شكرا سيد الرئيس على كل ما تفضلتم به، وأنتم أهل لكل معرفة وعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ابن هاشم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام البررة الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الموضوع المعروض للبحث هو دور المرأة في بناء الوعي. سادة العلماء، معظمكم يعرف ويتأكد بأن للمرأة دور كبير في بناء الوعي لأبنائها وبناتها، وتقف سدا منيعا ضد التيارات المتلاحقة والتي تبتلى بها المجتمعات،
وبخاصة الشباب بسبب ضعف صلة الناشئة بينهم وما كان عليه الآباء من تراث وقيم بنيت على أسس من الفضائل، ومن أهمها خلق التعايش والتسامح وحب الخير للناس جميعا وخدمة المجتمع في ظل التعاون على البر والتقوى. ولا مراء في أن أغلب الشباب بنين وبنات بضاعتهم فيما ذكرناه ناقصة، لأن القيم الإنسانية تتبع تهذيب الإنسان وسلوكه الخلقي في علاقته بالآخرين، وبتمكنه من رصيد القيم الإنسانية التي تؤدي به إلى التعاون والتآخي والتعارف. ومن هنا مما تقدم يبرز الدور الكبير للمرأة في بناء الوعي، والله تبارك وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمة تجمع بين ثناياها الرجل والمرأة والطفل المميز وهكذا. وهذا النداء الإلهي الداعي إلى الاستجابة لأمة دعوتها دعوة خير ونهجها أمر بمعروف، أي ما تعارف عليه العقلاء من الناس بأنه معروف، والنهي عن كل ما تعارف عليه العقلاء من الناس من دواعي المنكر والمخالف للعادات السليمة والأحوال المستقيمة. وإن الدعوة لبناء الوعي يعني التحلي بآداب إنسانية حضارية، وهو ما تدعو إليه تعاليم الإسلام. ثم إن دور المرأة في أن يعي الأبناء هذه الآداب الإنسانية الحضارية الراقية. وإن من أبرز الغايات وأقربها إلى صد خطر الفكر المتطرف تأصيل روح المحبة، إذ لا قوام لحياة الإنسان وكرامته إلا بالمحبة وبناء الثقة التي تربط بين النفوس وتؤلف بين القلوب وتجعل المجتمع والأمة والعالم كله يعيش في أمن وسلام وطمأنينة. وإن رابطة الدم تؤلف بين أفراد الأسرة الواحدة، ورابطة الوطنية تؤلف بين أبناء الوطن، ورابطة الدين تجمع بين بنيه وإن تعددت الأقطار، ورابطة المحبة أمر وراء كل ذلك، لأنها تجعل الناس جميعا إخوة، يشفق بعضهم على بعض ويعضد بعضهم بعضا. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذلك لما يدركه الصادق الأمين من جلال قدر المحبة متى كانت صادقة. واليوم مع الأسف نجد بين ظهرانينا من وقعوا في براثن الكراهية وسلكوا طرق العنف والقتل والحرق والاعتداء والتدمير على الآمنين، وألحق الضرر بمكتسبات الشعوب التي دفعوا من أجلها الكثير من الجهد والوقت والمال. وإن استغلال مسميات الإسلام
والعبث بها لا يقوم به من يخشى الله واليوم الآخر. وما دام الأمر كذلك فمحتم على الجميع، مسلمين وغير مسلمين، وخاصة أهل الفكر والإعلام وعلماء الإسلام المعروفون والمشهود لهم بالوسطية والثقة، بأن يفسحوا للشباب وللمرأة خاصة أوقاتا غير محدودة، غير محدودة للحوار، تمكنهم من دقة الفهم والإدراك والتبصر فيما يسعون إليه. ولذلك نورد القاعدة الذهبية التي أرساها إمامنا الإمام مالك رحمه الله في ركائز مذهبه، حيث يقول: وجوب الاستمساك بظواهر النصوص في العبادات ومراعاة المصلحة العامة ومقاصد الشرع في أحكام المعاملات. هناك عبادات لا يخفى على حضراتكم التمسك بنصوصها، لا نخرج عنها. كثير من يقولون تجديد الدين وتجديد فهم الدين وكذا، ما في تجديد. القرآن هو القرآن، والسنة النبوية هي السنة، وما دبجه العلماء الأعلام من فكر هو الصواب وهو عليه العمل. وجوب الاستمساك بظواهر النصوص في العبادات ومراعاة المصلحة العامة ومقاصد الشرع في أحكام المعاملات. مفتوحات معاملات. وشكرا للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار وزير الأوقاف لكل ما بذله، وزير الأوقاف لكل ما بذله، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لكل ما بذله من جهد في إقامة صرح بناء الوعي ودور المرأة فيه. ويشرفني أن أحمل إليكم جميعا تحيات حضرة صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياته لكم بمزيد من التوفيق في مهامكم العلمية والثقافية، ولكافة الشعب المصري الشقيق، موصولا بتحية خاصة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتحية مشفوعة بالتقدير والمحبة والاحترام والإجلال لكافة الشعب المصري الشقيق وقيادته الممثلة في مقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعضاء حكومته الرشيدة الموقرة حفظهم الله بما حفظ به الذكر الحكيم. والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكرا للسادة العلماء الأجلاء والحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم أستاذنا العالم الجليل السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم على هذه الكلمة الطيبة التي أوجزت وأفادت في الموضوع إفادة كبيرة. وقد نسيت أن أقول لكم إنني أحد المتحدثين في هذه الجلسة، ولكنني أرجأت حديثي لآخر هذه الجلسة حتى أستفيد مما يقوله السادة العلماء من منكم يعني، ولأن العلم أخذ قبل أن يكون عطاء، فأنا أرجأت حديثي حتى آخر لأكون آخر المتحدثين في هذه الجلسة. وأود أيضا أن أنبه إلى أن السيد الأستاذ برضو الدكتور، وقد نبهني ألا أقول إنه دكتور وإنما هو أستاذ، أستاذ نبيل، الأستاذ الدكتور نبيل السمرلوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا، ينوب عنه ولده العالم الكبير الأستاذ أشرف نبيل السمرلوطي مدرس بكلية التربية. فقد نبهني ألا أقول إنه أستاذ وهو ليس بأستاذ، فشكر الله له هذه الدقة العلمية
في التعريف بالعلماء. الكلمة الآن للأستاذة الدكتورة فاطمة سيف راشد أحمد الدهماني، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فلتتفضل. مشكورا ونرحب بها، نرحب بها في هذا الوقت لأننا لم نرحب بها في بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه. الملتقى الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري على دعوته للحضور لهذا المؤتمر الرائد تحت الرعاية الكريمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما أحيي أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة العلماء والحضور الكريم لمؤتمر دور المرأة في بناء الوعي الديني. كما يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بي رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتثمينه لدعوتكم الكريمة، حيث أتشرف أن أكون اليوم ممثلة للمجلس في هذا المؤتمر القيم، أتناول فيه موضوع المرأة ودورها في تعزيز القيم الدينية. الملتقى الكريم، إن القيم الدينية هي المبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تستمد من العقائد والتعاليم الدينية، وتعتبر هذه القيم بمثابة مرجع أخلاقي يوجه سلوك الأفراد والمجتمعات، وتحدد معايير ما يعتبر صحيحاً أو خطأ، خيراً أو شراً، مقبولاً أو مرفوضاً، وفقاً لتعاليم الدين، بهدف تحقيق الانسجام بين الإنسان وخالقه وبين الإنسان ومجتمعه، وتعمل على تعزيز السلوكيات الإيجابية مثل الرحمة، العدل، الصدق والإحسان. فهي ليست مجرد مجموعة من التعاليم والممارسات الروحية، بل هي نظام أخلاقي اجتماعي ينظم علاقة الإنسان بخالقه وبمن حوله، ويؤثر بشكل مباشر في بناء مجتمع متماسك ومستقر. ولا شك بأن القيم الدينية هي الأساس التي يقوم عليه الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والعدالة، كما تعزز من ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية أو الدينية. كما ولا يختلف اثنان على دور المرأة في ترسيخ القيم الدينية، إذ تلعب المرأة دورا حيويا في تعزيزها داخل الأسرة، فهي تمثل المدرسة الأولى التي يتعلم منها الأطفال قيمهم وأخلاقهم من خلال تربيتها للأبناء على أساس من المبادئ تنبع من إيمانها بأهمية خلق جيل واع ملتزم بمبادئه وقيمه وقادر على مواجهة التحديات الدينية والأخلاقية والاجتماعية. بالإضافة إلى دورها داخل الأسرة، تشارك المرأة أيضا في المجتمع من خلال العمل في مختلف المجالات التي تسهم في نشر القيم الدينية. فيمكن للمرأة أن تكون معلمة وواعظة ومحفظة ومفتية تسعى لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي في بيئتها. وقد أثبتت المرأة في كثير من المجتمعات أنها قادرة على تقديم نماذج حية للقيم الدينية من خلال مشاركتها الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية. ونحن نعتز في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المرأة تقوم بكل هذه المهام، ولله الحمد بتمكين من القيادة الرشيدة، وهو ما سأتطرق إليه إن شاء الله بحديثي عن التجربة الإماراتية. ومن خلال معالجة هذا الموضوع أود أن أطرحه من خلال ثلاثة أوجه: القيم المشتركة، الوسائل العملية، التجربة الإماراتية. أولاً القيم المشتركة، فنستطيع أن نعبر عنها ما هي أبرز هذه القيم. إن من أبرز القيم الدينية التي تلعب دوراً في بناء المجتمعات وتوجيه سلوك الأفراد تشمل مجموعة منها أذكر أهمها: التوحيد والإيمان بالله. يعتبر الإيمان بوحدانية الله من أهم القيم الدينية التي تشكل أساس
القيم أساس العقيدة الدينية وتوجيه سلوك الأفراد نحو العبادة والخضوع لله. كذلك العدل، العدل قيمة أساسية في الأديان، حيث يعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس من أهم الواجبات الدينية. الصدق والأمانة، تعزز الأديان قيمة الصدق في القول والعمل، وتعتبر الأمانة من الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في جميع تعاملاته. الرحمة والشفقة، التسامح مع الآخرين واحترام حقوقهم، الإحسان، ولا تقف قيم الدين عند هذه القيم، بل كذلك الصبر، الوفاء بالعهود، والزهد، والتواضع، والتعاون، والترابط، وغيرها من القيم التي تنقل عبر الأجيال، وتساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك يقوم على أسس أخلاقية راسخة. ثانياً، الوسائل، ونعبر عنها بالسؤال: ما هي الوسائل والطرق لتعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه المرأة داخل بيتها وخارجه؟ تعزيز القيم الدينية في المجتمع يتطلب استخدام مجموعة من الوسائل والطرق الفعالة التي تستهدف مختلف جوانب الحياة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وتلعب المرأة دوراً حيوياً ومؤثراً في تعزيز القيم الدينية من خلال عدة جوانب، بما في ذلك دورها داخل الأسرة، مشاركتها في التعليم، تأثيرها الاجتماعي، وتفاعلها كذلك مع وسائل الإعلام. وقبل ذكر بعض الطرق التي تبرز أهمية دور المرأة في هذا السياق، لا بد من الرجوع إلى تاريخها الإسلامي الذي لمعت به نماذج رائدة بدورها لغرس هذه القيم. فلطالما كانت المرأة المسلمة حاضرة في ميدان العمل الديني منذ فجر الإسلام، حيث شاركت أمهات المؤمنين والصحابيات بفعالية في طرح الأسئلة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم منه، ثم نقلنه لغيرهن. وقد شهدت العديد من الوقائع على حضورهن في طرح الأسئلة وتفاعلهن منذ اللحظة الأولى. من بين هذه المواقف ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ وكان جواب السماء على هذا التساؤل وهو نزول الآية الكريمة من سورة الأحزاب التي تساوي بين المسلمين والمسلمات في الخصال والجزاء. يقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تدل هذه الحادثة وغيرها على حرص النساء على أن يذكرن جنبا إلى جنب مع الرجال، وأن لهن مكانة مرموقة في الإسلام، فلم يكن يخجلن من التعبير عن احتياجتهن ولا من المشاركة في الحياة العامة، حيث كن يتحدثن إلى الرسول مباشرة ويتعلمن منه كما يفعل الرجال. كما تؤكد هذه الوقائع حرص الإسلام على مخاطبة النساء كجزء لا يتجزأ من المجتمع دون تفرقة أو تمييز، فورد قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولم يقتصر دور المرأة في المجال الديني على نقل الأحداث فقط، بل امتد ليشمل جميع فروع المعرفة الدينية بما في ذلك الفقه والتشريع وتفسير القرآن. فالنساء لم يكن فقط مستنبطات لأحكام خاصة بهن، بل ساهمن في قضايا الفقهية العامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. فقد كانت مقصداً لكبار الصحابة والنساء على حد سواء في مسائل الدين، ولها إسهامات واسعة في نقل الأحاديث وتفسير القرآن. يذكر ابن عبد البر بقوله عن عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. ويقول العلامة الشيخ عبد الله بن بيه في إحدى محاوراته عن حقوق الإنسان في الإسلام: فالفكرة الإسلامية تقوم على التكامل بين الجنسين في أدوارهما مع مراعاة فضل الله به بما فضل الله به بعضهم
على بعض، والإسلام يدعو إلى السكينة والرحمة في بيت الزوجية، وهو ما يعكس إيجاباً على الأولاد ويسمح بنقل القيم بين الأجيال. تلك هي الأرضية التي ينبغي البناء عليها للتجديد طبقاً للتعاليم الإسلامية التي مثلت باتفاق الباحثين نقلة مدنية وتشريعية لا مثيل لها في التاريخ للمرأة. ينبغي، وكان خطاب الإسلام الموجه للمرأة ثراً ومتعدد الجوانب ومتسع الأرجاء، كما أن الممارسة الفعلية للنساء المسلمات التي يعتبرن مرجعاً تقدم نماذج غنية. شهد العالم الإسلامي عالمات، فقيهات، ومحدثات، ومدرسات، وشاعرات، ومحسنات كبيرة، أنشأن أوقافاً وجامعات. والنماذج حقيقة تطول ذكرها هنا من أمهات المؤمنين والصحابيات ومن تبعهم، نكتفي بمن قدمنا. ومما يحتم أيضاً علينا المضي على خطاهن واتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل دورها، وذكرتها في البحث ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن يعني ملخصها في تمكين المرأة من التعليم الديني بزيادة المعرفة الدينية لدى النساء، توفير الفرص التعليمية، دعمها في دورها التربوي، تفعيل مشاركتها في العمل الديني، زيادة مشاركتها في الأنشطة، دعم مبادرات أيضا، تمكين النساء من وسائل الإعلام لإنتاج محتوى ديني، وكذلك بطرق التحفيز والجوائز وغيرها، وتنظيم برامج التكريم، كما تشرفنا ورأينا مثل هذا المؤتمر بتكريمه للواعظات ومن عملنا فيه وسعينا في الدين وفي العمل الديني. كذلك والأهم من ذلك، إعداد خطة استراتيجية لتفعيل دور المرأة في بناء الوعي الديني، يتطلب نهجاً يؤخذ بعين الاعتبار بمختلف الأبعاد التعليمية والاجتماعية والعلمية. وثالثاً وأخيراً بإذن الله، التجربة الإماراتية، ويمكن أن نجيب السؤال عليها بكيف ساهمت المرأة الإماراتية بدعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك في بناء الوعي الديني وتعزيز القيم الدينية. المرأة الإماراتية لعبت دوراً مهماً في بناء الوعي الديني وتعزيز القيم الدينية في المجتمع الإماراتي، وذلك بدعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتحت رعى قيادتها ورؤيتها تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر الوعي الديني والأخلاق في المجتمع. من هذه المبادرات التعليمية والتثقيفية، دعمت الشيخ فاطمة بنت مبارك إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والمراكز الدينية التي تهدف إلى توفير التعليم الديني للنساء، من ذلك مراكز تحفيظ القرآن، ومراكز التنمية الأسرية، ومراكز تختص بالأمومة والطفولة لغرس القيم والمبادئ الدينية في الأجيال منذ نعومة أطفالهم. فمن خلال هذه المراكز تتاح للمرأة الإماراتية فرصة تعليم القرآن الكريم والفقه والتفسير، مما يمكنها في نشر المعرفة الدينية. كذلك تم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات الدينية برعايتها، كما كان لسموها الكريم دعم كبير جدا للمرأة في المناصب الدينية، فهي تشجع النساء على تولي أدوار قيادية في المجالات الدينية والتعليمية، وبتوجيهاتها تم دعم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تستهدف النساء وتناقش القضايا الدينية. ناهيكم عن دعم المرأة في العمل الخيري والديني، كما وحرصت سموها على متابعة كل هذه المبادرات، وتم الإنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك مثل الاتحاد النسائي وغيرها من المؤسسات. والجدير بالذكر بأن هذا الدعم الكبير من سموها للمرأة لم يبقى محليا، بل لها مبادرات أخرى خارج الدولة لوعيها بدور المرأة في كافة المجالات والأصعد. وأخيرا، نفخر بنقل تجربتنا ونتطلع بأن نستفيد منكم ومن تجاربكم لتتلاقح الأفكار ونقلها وتطبيقها، كما ونفخر ونتشرف بمشاركتكم هذا المؤتمر القيم بشعاره ومضمونه وحفاوة رعايته. كل الشكر والامتنان على الاستضافة، ونأمل أن نكون قد وفقنا، والتوفيق والسداد من الله المولى عز وجل. شكر الله للأستاذة الدكتورة فاطمة سيف راشد أحمد الدهماني هذا الجهد البارز في إعداد الورقة التي قدمتها، والتوفيق في عرضها، رغم أنها قد أطالت قليلا، إلا أن ما قدمته فيها من فكر ومن علم يعوض هذا الأمر الذي استطال قليلا، فشكر الله لها
وشكر الله لدولة الإمارات العربية المتحدة ما تقدمه من جهد بارز في مجال العلم وفي مجال العمل الإنساني على مستوى العالم كله. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور العميد بن فتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا مأجورا من الله تبارك وتعالى بإلقاء كلمته. شكرا سعادة الرئيس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس المؤتمر، المنصة الكريمة، كل باسمه وعظيم رسمه، السادة العلماء الدعاء، حضرات السيدات والسادة، حضور هذا المؤتمر العلمي المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشارك بورقتي هذه المتواضعة ضمن محور دور المرأة في خدمة المجتمع، وقد أتت الورقة بعنوان اهتمام الشريعة بالمرأة وأثر ذلك في الاستقرار المجتمعي. للمرأة في الإسلام كما تعلمون ولا يخفى عليكم جميعا منزلة مرموقة ومكانة سامقة ودرجة عالية. هذه الدرجة وتلك المنزلة منحها الله إياها لما فطرها عليه وركزه في فطرتها من معاني العطف والحنو والشفقة على من ترعاهم في إطار أمومتها المتدفقة وأنوثتها الفياضة، بنتا كانت أم زوجا، أختا كانت أم أما، عمة كانت أم خالة، فالفروع منها تطمئن إليها والأصول لها يجعلونها تاجا فوق رؤوسهم، فمن أجلها تقوى الحمية وتتقد نيران العصبية وتعلو نبرة الغيرة، فتحاط المرأة بهالة من الحماية والعناية والاهتمام بشؤونها على كافة درجات قرابتها، أصولا كانت تلك القرابات أم فروعا. وكل هذا أمر محمود وشأن ممدوح في حقها، وله ما يؤيده ويدعمه من شريعتنا الغراء، والله رب العالمين الذي خلقها هو الذي جعلها صنو الرجل وقسيمه والمساوية له. وصدق الله العظيم حيث يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز اسمه: إن المسلمين والمسلمات الآية. وفي مقام الجزاء الأخروي وعدم إضاعة عمل عامل من عباده لم يفرق بين ذكر وأنثى بل جعل بعضهم من بعض، فقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بل في مقام الحقوق والواجبات
جعل لها مثلما للرجل سواء بسواء، بيد أنه أعطى للرجل عليها درجة وهي درجة المسؤولية والقوامة، التي تعني كما تعلمون تكليفاً لا تشريفاً بأي حال من الأحوال. فقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والدليل على كون تلك الدرجة تكليفاً ومسؤوليةً ألقاها الشارع على عاتق شقيقها وقسيمها الرجل، ما جاء في آية القوامة من الواجبات المنوطة به كرجل، والتي لا يمكن للمرأة أن تستغني عنها مهما بلغت في شأنها الدنيوي من منصب ورتبة ودرجة، حيث لم يكلفها الشارع بتحمل أي من تلك الواجبات سوى رعايتها لأسرتها وإخلاصها لزوجها وحفظها للغيب الذي ائتمنها الله عليه. فقال جلت قدرته: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولا يظنن ظان أن قوله سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض تفيد مطلق تفضيل الرجل على المرأة، بل إنما يفيده القول الكريم أن كل من عنصري الرجل والمرأة اختصه الله بخصائص جعلته بها يفضل الآخر، وبهذا لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر بحال من الأحوال. بل الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذهب إلى أبعد من ذلك تكريما لها واهتماما بها وتعريفا بقدرها ومنزلتها عنده سبحانه، فأعطاها ما لم يعط للرجل من الخصائص والمزايا، حيث جعل لها صورة في القرآن تسمى باسمها. ومعلوم عليكم أيها السادة، معلوم عندكم أيها السادة الفضلاء، أن أسماء سور القرآن توقيفية لا اجتهاد فيها لأحد. أعطاها الله سورة النساء التي تعنى بكثير من الأحكام المتعلقة بها، والتي أبرزت آياتها جوانب الإنصاف لها في الشريعة وجوانب الإصلاح كذلك، بحيث يسير الأمران جنبا إلى جنب، مما جعل اسم السورة يمثل روحها العام كما يقول بعض علمائنا رحمهم الله تعالى. فهل هناك سورة في القرآن الكريم كله تسمى بسورة الرجال؟ إن هذا وحده كاف في اعتزاز الشريعة بالمرأة وفي الرد على دعاوى خصوم الإسلام ممن يهرفون بما لا يعرفون ويرفعون عقائرهم بأن الإسلام دين ظلم المرأة، فعليها أن تجاهد وتناضل لتحصل على حقوقها المسلوبة. وأقول لهؤلاء: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. حضرات السيدات والسادة، بل هناك من أوجه تكريم الله لها أن الله تبارك وتعالى خصها وحدها بسورة الطلاق، التي تنتظم في سلك آياتها جانبا كبيرا من شؤونها المتعلقة بحقوقها على الرجل، سواء أكانت في ذمته أم حاضنة لأولاده. وليعش القارئ مع آياتها كي يرى عجبا من حكمة الحكيم العليم في تشريعاته من أجلها وأجل أولادها واستقرارها، لعلمه المحيط بشؤون خلقه بأن توفر استقرار الأسرة المسؤولة عن ركنه الأعظم المرأة يتحقق به استقرار المجتمع كله. ناهيك عن تلك الصورة التي أنزلت في شأن تلك المرأة المجادلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينها وبين زوجها من ظهار، وكان طلاقا في الجاهلية وصدر الإسلام تحرم المرأة به على زوجها،
فجاءت الصورة ملبية لرغبتها في حماية بيتها وأولادها وعدم إنهاء العلاقة بزوجها الذي ظاهر منها، فلتقرأ أيها المستمع الكريم آيات تلك الصورة كي تستشعر منتهى الاهتمام الإلهي بحالها وتصويرها تلك الحال بما لا يمكن لأي مشرع مهما بلغ شأنه أن يأتي بأي تشريع يعالج قصتها وحالها. فسبحان من هذا تشريعه، وسبحان من هذا كتابه جلت حكمته. بل إن المطالع لأطول سورة في القرآن الكريم والتي اشتهر اسمها بأشهر قصة فيها، وهي قصة بقرة بني إسرائيل، يرى دستورا متكاملا من التشريعات التي اعتنت بالمرأة في سائر جوانب شؤونها، من الخطبة والصداق والمهر والإرضاع والعدة والنكاح والطلاق والنهي عن العضل وغير ذلك كثير وكثير مما لا يحتاج إلى مزيد بيان لدى العلماء أمثالكم، حتى إن الأمر وصل للصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه أنه سماها سورة النساء الكبرى، فقال للصحابة وهم أكابر الصحابة عند اختلافهم معه في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل: هل تعتد بأبعد الأجلين أم بوضع الحمل؟ قال لهم: سبحان الله، أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أيم الله، من شاء منكم باهلته باهلته، لسورة النساء القصرى يعني الطلاق نزلت بعد الطولة يعني سورة البقرة، هكذا ترجم لها الإمام البخاري في صحيحه. حضرات السيدات والسادة، بل الذي يستقرئ السنة المطهرة يرى في توجيهات نبينا الكريم ما يدله على تطبيق ما قررته نصوص الكتاب وبيان مدى عنايته صلى الله عليه وسلم بالمرأة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وهو يقرر حقوق الإنسان: أيها الناس، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. بل بلغ به صلى الله عليه وسلم الحرص في حماية المرأة وحفظ كرامتها والعناية بها والاهتمام بشؤونها أن قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها السادة الفضلاء، فتشوا في فلسفات الأمم وتشريعاتها من منطلق الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. أقول فتشوا وابحثوا في تلك الفلسفات وتشريعات الأمم علكم أن تعودوا بعد طول عناء بشيء منها يمكنه أن يقوى على منافسة هذا التشريع العظيم في اهتمامه بتلك المرأة التي تمثل ركنا ركينا في استقرار المجتمع وتماسك بنيانه. إن كثيرا من الباحثين المنصفين، أعتذر عن اللي طالها، أكمل إن شاء الله حالا يا أستاذ، سامحني سعادة الرئيس، أنا هنا يعني بأبرز الاهتمام بالمرأة فسامحني، والكلمة من رجل. إن كثيرا من الباحثين المنصفين من غير أبناء الإسلام بحثوا وأطالوا النفس في البحث والتنقيب وعادوا بنتيجة مذهلة تتمثل في اعترافهم بأنه لا شريعة ولا تشريع، بل ولا قانون، بل ولا فلسفات وضعية أعطت للمرأة مثلما أعطتها شريعة الإسلام. لقد مثلت شهادات المنصفين من مفكر الغرب ضربة قوية لأصحاب الدعاوى المغرضة ممن يريدون للمرأة أن تكون سلعة رخيصة ومبتذلة، ويخدعونها بطراهاتهم بأن حقوقها مهضومة وعليها أن تسعى جاهدة للحصول عليها من خلال الفكر التغريبي والفلسفات اللادينية، لأن الإسلام قد ظلمها
ولم يعطها شيئا، لأنه دين ذكوري آثر الرجل برغباته عليها وعدها متاعا كسائر الأمتعة التي ينتفع بها الرجل. وأسوق شهادة أو شهادتين ولا أطيل. ما قالته السيدة سالي جان مارش إن المشكلات العائلية التي يعاني منها الغرب لا وجود لها بين الأسر المسلمة التي تنعم بالسلام والهناء وكذلك الحب، فلا الزوج ولا زوجته في ظل الإسلام يعرفان شيئا عن موعد العشاق ومودة الصديقات السائدين هذه الأيام في بلادنا. لقد أحببت هذا الجانب من الحياة الإسلامية كثيرا، لأنه يمنح الزوج والزوجة والأبناء ما يحتاجونه من حب وإخلاص وسلام يعمر حياتهم، وليس ذلك فحسب، بل بفضل هذا الإخلاص في العلاقات الزوجية بين المسلمين هم واثقون من أن أبناءهم من أصلابهم فعلا غير دخلاء عليهم، وهذا مفقود في مجتمعاتنا الغربية. وتقول ماك لوسيكي في ظل الإسلام استعادت المرأة حريتها واكتسبت مكانة مرموقة، فالإسلام يعتبر النساء شقائق مساوين للرجال وكلاهما يكمل الآخر. إن المرأة المسلمة معززة مكرمة في كافة نواحي الحياة، ولكنها اليوم مخدوعة للأسف الشديد ببريق الحضارة الغربية الزائف، ومع ذلك سوف تكتشف يوما ما كم هي مضللة في ذلك بعد أن تعرف الحقيقة، فتعود لتتفيأ ظلال إسلامها وترفع رأسها مفاخرة العالم كله بأن دينها الإسلام. شكرا لكم سيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله للعالم الجليل سيادة العميد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري هذا البحث الماتع الذي رغم أنه قد أطال فيه، إلا أننا من يعني متعة ما نستمع إليه في الإلقاء وفي التصنيف صبرنا على إلقائه رغم أنه قد أطال كثيرا في الإلقاء. أعتذر عن الإطالة، ونحن نحبه فنقبل العذر من غير تدقيق ومن غير شرط. فجزاه الله خيرا عن هذا البحث المتع، الحمد لله. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا، ويرقيه عنه ولده الأستاذ أشرف نبيل الصملوطي المدرس بكلية التربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية برئاسة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة وعلى هذا المؤتمر المتميز بموضوعه وبمحاضره المختلفة. البحث بعنوان المرأة وبناء الإنسان، الإسلام وتحرير المرأة ومواجهة أزمات الأسرة. هنا طبعا في يعني علاقة جدلية وعلاقة يعني ما بين الفكر الإسلامي وبين المجتمع الغربي في نظرته للمرأة. فعلاقة المرأة بالرجل في نظر العديد من المفكرين الغربيين هي علاقة صراع واختلاف وتنازع على الحقوق والحريات. والواقع أن الفكر الغربي بشكل عام منذ جذوره والتي تمتد إلى الحضارة الإغريقية هو فكر يؤكد على الصراع. هذا القصور الصراعي للكون والإنسان يرفضه الفكر الإسلامي تماما، فالله الخالق هو الذي أعد الكون مناخا وتربة وأنهارا وكل مكونات الكون قبل الإنسان لتكون في خدمة الإنسان. قال تعالى:
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالكون معد للإنسان وقضاء احتياجاته، ولهذا الإنسان مكلف بعمارة الأرض ومكلف بمعرفة سنن وقوانين الكون والتاريخ والإنسان لزيادة طاقاته وقدراته الإيمانية والاستفادة بالمسخرات العديدة التي سخرها الله للإنسان. علاقة المرأة بالرجل في الإسلام علاقة وثيقة جدا، لأنهما خلقا من نفس واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والاختلاف بين المرأة والرجل هو اختلاف في الأدوار والمهام والوظائف، وهذا الاختلاف هو الذي يؤدي إلى التكامل وبناء الأسرة والتنشئة السليمة للأبناء على العقيدة والقيم والأخلاق والسلوكيات والعلاقات الإنسانية التي من شأنها إعمار الكون وتنمية المجتمعات وبناء الأوطان وتحقيق التكامل والأمن والسلام والتقدم. وقد عالج هذا البحث الأهمية المركزية للأسرة في حياة الإنسان، ومع استعراض الاتجاهات العالمية لتفكيك مؤسسة الأسرة وأساليب مواجهتها، وأيضا عالج هذا البحث العطاء الإسلامي في مجال تحرير المرأة واختلافه العميق عن تحرير الغرب للمرأة، فهي في الإسلام إنسان شقيقة للرجال، أما في الغرب فهي كيان مادي على النحو المحدد. الإسلام ركز تركيزا شديدا على أهمية القصوى لمؤسسة الأسرة بوصفها الأساس الأول لبناء الفرد وبناء الجماعة وبناء المجتمع المحلي والعالمي، وهي المرتكز الأساسي للتنشئة الاجتماعية التي تؤهل الأفراد لوظيفة الاستخلاف وعمارة الأرض والدعوة إلى الله وتنفيذ التكاليف الشرعية وتطبيق قيم الحق والعدل والمساواة إلى آخره. هناك مجموعة من الوظائف في هذا المجال. الوظيفة الأولى هي وظيفة إرضاء الله سبحانه وتعالى وتنفيذ ما أمر به، فالزواج أمر إلهي وقد وجه رسولنا الكريم إلى التبكير به في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم البغاء فليتزوج، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتم تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الوظيفة الثانية هي الوظيفة النفسية، وهي إشباع حاجة الناس وإلى السكن والمودة والرحمة والاستقرار النفسي والاطمئنان بوجوده داخل جماعة قرابية. الوظيفة الثالثة هي وظيفة إشباع الحاجات الجسمية البيولوجية. ثم نأتي بعد ذلك إلى الوظيفة الرابعة، وهي إشباع الحاجات الفطرية، ثم إنجاز الوظائف التربوية. وقد اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون الطفولة الإنسانية أطول طفولة بالنسبة لكل المخلوقات. ثم مجموعة من الوظائف المتمثلة في إشباع الحاجات الاقتصادية لأعضاء الأسرة، ثم هناك مجموعة من الوظائف السياسية، فالأسرة هي التي تشكل التوجه السياسي عند الأبناء، ثم مجموعة من الوظائف الاجتماعية والديمغرافية، فالأسرة هي المؤسسة الشرعية والقانونية الوحيدة لإمداد المجتمع بأعضاء جدد وبالتالي استمرار المجتمع سواء على المستوى الديمغرافي أو على المستوى الثقافي وهكذا. وهناك مجموعة من الاتجاهات العالمية لتفكيك مؤسسة الأسرة، فترتكب العديد من الأخطاء تحت عنوان التجديد في الحياة الاجتماعية وفي مجال العلاقات الإنسانية، ومنها التجديد في مجال الأسرة. وديننا يؤكد على أهمية التجديد لمتابعة متغيرات كل عصر، لكن هذا التجديد في المنظور الإسلامي يعني التوافق مع متغيرات العصر وضبطها بمجموعة من الضوابط الشرعية وإطلاق طاقات الإنسان من النواحي الاجتماعية والعلمية والتقنية القادرة على تحقيق واجبات الاستخلاف في الأرض وتحسين نوعية الإنسان على الأرض في ظل مجموعة من الثوابت التي تدفع إلى التقدم وتحول دون الانحراف أو الصراع أو التصادم. إذا هناك مجموعة من الثوابت تتمثل في الأصول العقائدية والمقاصد الشرعية والأحكام القطعية الثبوت والدلالة
والبناءات القيمية والأخلاقية والفرائض والعبادات المفروضة شرعاً، وأي تجديد في مجال الأسرة أو غيره لا بد له من الالتزام من هذه الثوابت التي تعد أساساً للمحافظة على السواء ومانعة من الانحراف. ممكن ذكر في هذا المجال أهم المخاطر التي تواجه الأسرة على المستوى العالمي باسم التجديد والتغيير والتطوير والتحديث والعصرنة وما شابهها من مصطلحات براقة فيما يلي: أولاً، إعادة صياغة أو إعادة هيكلة الأسرة وإعادة مفهومها وإعادة بناء القيم والمعايير والميادين والمبادئ المؤسسة لمؤسسة الأسرة من خلال مجموعة من التعريفات الجديدة لهذه المؤسسة تروج لها بعض المؤسسات الدولية وبعض مؤسسات المجتمع المدني العالمي، حيث تعيد تعريف الأسرة بأنها رابطة اختيارية بإرادة حرة بين اثنين يرغبان في الارتباط والمعيشة المشتركة. أيضاً من ضمن هذه الاتجاهات السلبية أن المرأة في الغرب تفقد اسم أبيها بعد الزواج وتنسب إلى زوجها، وأيضاً أن المرأة أصبحت تستخدم لأغراض ليست راقية ولا تحفظ للمرأة كرامتها وعفتها كما أرادها الله سبحانه وتعالى. على الرغم من كل هذه المزاعم، نجد أن الغرب يمثل أعلى نسبة في ممارسة العنف ضد المرأة وفقاً للإحصاءات الدولية. يجب الإشادة هنا بموضوعية كاملة أن هذه الاتجاهات التسيبية المتجردة من الضوابط الدينية السائدة لدى قطاعات واسعة من المجتمعات العالمية تقابلها اتجاهات محافظة تلتزم بالحفاظ على مؤسسة الأسرة وعلى تماسكها وتكاملها وأداها لوظائفها في تحقيق الأمن الروحي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي إلى غيره من أنواع الأمن المختلفة. أيضاً ظهر اتجاه في الغرب يتزايد حدة وقبولاً، وهو ما يطلق عليه الأنثوية فيمينيزم، والذي يحاول الإعلاء غير المنضبط أو المنفلت من شأن المرأة والتخلص مما يطلق عليه هيمنة الرجل، وهو يحاول إعادة تحرير المرأة للتخلص من كل هذه الضوابط القيمية والأخلاقية. أيضاً هناك أيضاً اتجاه آخر تبنته بعض فئات المجتمع الغربي أطلق عليه اتجاه التفككية. هذا الاتجاه ينحو نحو تفكيك المجتمع التقليدي بمؤسساته ونظمه وصولاً إلى مجتمع متحرر من أسر الماضي وأسر التقاليد. أيضاً هناك اتجاهات وتطبيقات الحداثة وما بعد الحداثة، والتي تمثل اتجاهات خطرة على مؤسسة الأسرة، لأنها اتجاهات تهدم الأسس الدينية والقيمية والأخلاقية لهذه المؤسسة بوصفها رباط مقدس وميثاق غليظ. فقد حدث تغير في بنية المجتمع العالمي من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ولها مجموعة من الإشكاليات التي نلمسها ونراها على أرض الواقع. أيضاً فرض العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والتقنية، وهناك جانب آخر لهذه العولمة يهدد مؤسسة الأسرة، وهو محاولة فرض قيم وأخلاقيات سلوك هذا المجتمع على دول العالم. وهكذا يتبين لنا ما في الغرب من سياسات تحاول طمس دور المرأة في بناء الإنسان وتفكيك الأسرة، بينما نجد في الإسلام القيم والأسس التي على أساسها تنطلق المرأة في بناء المجتمع من خلال تنشئة أجيال تنتفع بها وتستطيع مواجهة الأزمات التي تتعرض الأسرة لها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا، والأستاذ أشرف نبيل الصملوطي على هذا البحث القيم. احنا بنتكلم عن دور المرأة في بناء الوعي، هي عملت ايه للمجتمع، انما موقف الإسلام ودور المرأة في الأسرة هذه امور اعتقد اننا قد تجاوزنا الحديث فيها ودراستها الى حد كبير. نحن نريد ان نبرز دور المرأة في بناء الوعي، وهذا أمر يعتبر ميدان جديد من الميادين التي يجب أن نركز عليها وأن نلتفت إلى أهميتها في الحياة المعاصرة، لأن الجهات التي نستشهد بمعاملتها للمرأة أعطت للمرأة في أدوارا
جديدة في صنع الحياة وفي صنع المستقبل وفي صنع الرخاء، بما لا يقل أهمية عن دور الرجل في هذا النشاط الدنيوي المطلوب شرعاً وعملاً وحياةً ودينا. شكر الله للأستاذ الكريم على هذا البحث، ونرجو الالتزام بالوقت. الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية يشرفني أن أقدمه لإلقاء بحثه، فليتفضل مشكورا مأمورا. ويعني أتوسل إليه أن يخفف قليلا، لأن أنا كده ورغم أني رئيس الجلسة مش هاجد وقت أن أنا أتكلم، من حق رئيس الجلسة أن يتكلم زي ما هو عايز، لكن يبدو أنك أنت يعني بفخر شوية يعني عشان تفضل لي جزء من الوقت وفي كلمتين من الوقت. تفضل يا دكتور عبد المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في البداية أسعد سعادة غامرة أن أشارك في هذا المؤتمر القيم، هذا المؤتمر العلمي النافع، والذي كان موضوعه أو موضوع من أهم الموضوعات التي لها أثرها على المجتمع. فبداية شاركت في هذا المؤتمر ببحث حول دور المرأة في بناء الوعي الديني، وقد كتب البعض أو تكلم البعض في هذا الدور، ولكني سوف أبين هذا الدور، دور المرأة في بناء الوعي الديني، سواء كانت عالمة أو متعلمة، فقيهة أو محدثة، سأبين أثر هذا الدور على المجتمع وعلى دورها في المجتمع. كما نعلم أن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت عالمة فقيهة محدثة، وكانت تفتي النساء، وكانت تعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السيدة أم سلمة لها دور كبير فيما عنا للمسلمين في أثناء العقبة، حينما يعني أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما استشارها وكان رأيها صائبا، يعني كفل للمسلمين العودة بهدوء وأن يعودوا بعد ذلك إلى العمرة فيما بعد. فالمرأة المسلمة لها دور عظيم ولها دور كبير فيما يتعلق بالوعي الديني، سواء في تحصيل العلوم أو في نشر هذه العلوم الشرعية على المجتمع. سوف أبين أثر الدور الدعوي للمرأة المسلمة على الدعوة وعلى المجتمع. عند الحديث عن هذا الدور المهم للمرأة المسلمة في نطاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نجد أن المرأة المسلمة كان لها باع كبير في نطاق الدعوة. من ذلك مثلا ما كان للسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى بنت خويلد من أثر، حينما كانت يعني حينما يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأتيه الوعي ويقول زملوني زملوني، كان دورها دورا هاما في المجتمع. وحديثي سوف يكون أو أقتصر على الأسرة، باعتبار الأسرة هي النواة الصغيرة في بناء المجتمع. السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت يعني تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقاه من الوحي، وكما تعلم إنك لا تصل الرحم إلى آخر ذلك. كذلك أيضا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما قلت
بعد الهجرة كان لها مواقف عظيمة في الدعوة، في حفظ الحديث وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بدور المرأة المسلمة في بناء الوعي الديني داخل الأسرة، فمثلا دور المرأة المسلمة في تصحيح المفاهيم الدينية للأبناء داخل الأسرة، هذا دور مهم للمرأة المسلمة التي لها يعني قدر كبير أو حصرت قدر كبير من المعلومات ومن تعليم الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية. دورها في الأسرة وهي النواة الأولى للمجتمع في بناء هذه الأسرة لها دور مهم في تصحيح المفاهيم لأبنائها داخل الأسرة. ولا شك أن تصحيح المفاهيم التي يستقيها الأبناء لا شك يؤدي إلى تثبيت العقيدة الصحيحة، لأن هناك الآن يعني السوشيال ميديا ومواقع التواصل ومواقع مجهولة ربما تبث أشياء يعني تؤثر على عقيدة المسلم وعلى عقيدة الأطفال، لأن الأطفال ليس لهم يعني الوعي الكامل. ومن هنا يأتي دور المرأة الواعية، دور المرأة المسلمة في نطاق هذه المسألة في تصحيح هذه المفاهيم التي يستقيها الأبناء. كذلك أيضا المرأة تغرس بين أبنائها المحبة، محبة الوطن ومحبة الأسرة، ويعني تحثهم دائما على الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى مراقبة الله عز وجل وأن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة. هذه الأمور هي أثر من آثار بناء الوعي الديني عند المرأة المسلمة. كذلك أيضا من هذه الآثار تعليم القرآن الكريم ومناقشة بعض الأمور الموجودة في المجتمع، مناقشة بناءة ومناقشة فيها نوع من حرية إبداء الرأي، لأننا كما نعلم أن كبت الآراء لا يولد إلا آراء هزيلة. أما يعني أن يكون للمرأة الواعية من الناحية الدينية أن تقيم حوارا بناء بين أبنائها يقوم على يعني سعة الصدر وتحقيق يعني الغاية من هذا الحوار بحيث الوصول إلى المعرفة الصحيحة، لا شك أن هذا أثر من آثار الوعي الديني للأسرة. كذلك أيضا تربية الأبناء على حسن اختيار الأصدقاء ومتابعتهم ومعرفة من مع من يتحدثون وعن من يأخذون ومن أثر في دعوة الزوج والتأثير عليه. قد يكون الزوج يعني مسرف على نفسه، هنا يأتي دور المرأة الواعية العالمة بأحكام دينها، عليها أن يعني توصي زوجها وأن تصبر عليه، لا شك أن هذا دور هام لهذه المرأة. أيضا من مظاهر يعني الدعوة للمرأة أن تمارس الدعوة في بيوت الله عز وجل وبوسيلة صحيحة، ويظهر ذلك جليا أستاذنا الفاضل في الوقت الحاضر بهذا المؤتمر، مؤتمر الواعظات. فوزارة الأوقاف مشكورة في الفترة الأخيرة يعني أنشأت وقامت ب يعني إعداد المرأة المسلمة في دور المرأة الواعظة، وهناك دورات تدريبية كما نرى، وشيء هذا شيء يحمد لوزارة الأوقاف، وهذا شيء طيب أن يكون للواعظات دور هام في المجتمع. ولا يقتصر دور الواعظات على الأسرة بل يمتد إلى المساجد، لأن للواعظات دور هام في المساجد، لأنه قد يكون الإمام الرجل يعني لا يستطيع أو دوره فيما يتعلق بالمرأة دور قليل، فيأتي دور الواعظات لسد هذا الدور والقيام بهذه المهمة خير قيام، ولسد الفراغ الذي ممكن أن يعني يتدخل فيه بعض من لا يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. وأن دور الواعظات لا يقتصر على مثلا المسجد أو الأسرة، وإنما أيضا لهن دور عظيم في المجتمع، وهذا هو أثر
لمؤتمركم الموقر وهو دور المرأة في بناء الوعي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية على هذا البحث الماتع وعلى التزامه بالوقت، فجزاه الله خيرا. الكلمة الآن للأستاذة وفاء عبد السلام الواعظة الشهيرة بوزارة الأوقاف، فهي من رائدات الواعظات في وزارة الأوقاف ومن أوائل الخريجات في هذا اللون من النشاط الجديد بوزارة الأوقاف، فمن المهم أن نستمع إليها وإلى تجربتها في هذا الطريق المستنير، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فلتتفضل مشكورة مأجورة من الله عز وجل. تفضل يا أستاذ رفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإني أتقدم بخالص الشكر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتشريفي بالمشاركة ببحثي هذا ضمن بحوث مؤتمركم الموقر، ومصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فلقد أحسنت وزارة الأوقاف المصرية صنعها حينما أدركت دور المرأة وتأثيرها كواعظة وداعية تعمل على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن وتنشئة جيل صالح ينفع دينه ووطنه. فاستنت الاعتماد على المرأة واعظة، وهذا هو قدر مصر وقدرها وقدر مصر الريادي في العالمين العربي والإسلامي، وهي تجربة رائدة حفزت بلدانا كثيرة على أن تحذو حذو مصر في الاهتمام بدور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي لدى الناشئة. ويسعدني ويشرفني اليوم أن أقدم بين يدي حضراتكم ورقتي البحثية المعنونة بدور الواعظات في خدمة المجتمع، وزارة الأوقاف المصرية أنموذجا. وتأتي ورقتي البحثية من منطلق تجربتي وعملي كواعظة بوزارة الأوقاف المصرية منذ بدء مسيرة الواعظات بالوزارة. فخلال 8 سنوات من العمل الجاد، استطاعت واعظات الأوقاف المصرية أن يقمن بالدور الموكل إليهن على خير وجه، حيث قامت الواعظات بعد اختيارهن وتدريبهن من خلال دورات تأهيلية متخصصة ومتنوعة بالعمل على تجديد الخطاب الديني وبيان سماحة الإسلام ووسطية الإسلام، علاوة على محاربة الفكر المتطرف. فمن خلال القوافل الدعوية التي جابت محافظات جمهورية مصر العربية، ومن خلال البروتوكولات والتعاون المستمر والمثمر والمشاركات الجادة مع المؤسسات المختلفة، استطاعت الواعظات أن يقمن بدور ملحوظ في مجالات عدة ذكرتها في بحثي هذا، والذي ضمنته جدولا توضيحيا يشتمل على الأماكن والتواريخ التي تم فعليا تنفيذ المبادرات بها. وكذلك جاء البحث مزودا بملحق به صور لتلك المبادرات من أرض الواقع، مع إلقاء الضوء على ما قامت به واعظات وزارة الأوقاف من دور رائد في نشر قيم الإسلام وتعزيزها. ودعوني أعرض لحضراتكم جزءا من عمل واعظات وزارة الأوقاف على أرض الواقع، فالصورة خير دليل على ما قمنا به. دور الواعظات في خدمة المجتمع، ده كان عنوان البحث، وده كان بداية اعتماد الواعظات
في وزارة الأوقاف وكان الزي مختلف، كان في إشارة محطوطة تبين أننا واعظات للأوقاف. استحدثت الوزارة بعد ذلك زيا لواعظات وزارة الأوقاف، ووصل عدد الواعظات إلى حوالي 700 واعظة كما يبدو بالصورة. وهنا التأهيل والتدريب للواعظات في أكاديمية الواعظات، أكاديمية الأوقاف الدولية، ويبدو في الصور لحظة بعد إذن حضرتك، في أكاديمية الأوقاف الدولية تعلمنا أمورا كثيرة، ليس فقط الأمور الشرعية، ولكن امتد الأمر إلى المنطق والفلسفة واللغة العربية وعلم النفس أمورا كثيرة، واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. تعلمنا كثيرا في هذه الأكاديمية. تفضل حضرتك. ثم من خلال البروتوكولات الموقعة ما بين الوزارة وبين هيئات كثيرة، هنا في الهيئة الوطنية للإعلام، أكاديمية ناصر العسكرية، وقبلها كنا في مكافحة الفساد في إحدى المنشآت، وهنا في الأكاديمية بندرس ومعسكر أبو بكر الصديق. وأنا في الحقيقة بعتذر لأخواتي الواعظات إذا كانت الصور، كان نفسي أجيب كل واعظات جمهورية مصر العربية ليبدو الشغل اللي عملوه اللي كان كتير جدا. دي دروس وقوافل، إحنا جبنا محافظات مصر كلها في القوافل، ذهبنا إلى هنا في المنوفية، وذهبنا إلى أسوان والأقصر وإنا وبني سويف ووجه بحري بالكامل، وأقيمت النشاط الثقافي للطفل في هذه القوافل ودروس للواعظات، وكما أن كان هناك المقرأة للواعظات كما بدا في الصورة. كل هذا عمل الواعظات طوال الفترة الماضية في المساجد. ثم جاء النشاط الثقافي للطفل، وكانت معنا الدكتورة هدى حميد مسؤول النشاط في أو مسؤول الملف نشاط الأطفال، وكنا بنجوب المحافظات لمقابلة الأطفال، كما أن كان هناك واعظات في القاهرة يعملن نفس العمل. ده شغل بنات للواعظات في المساجد. قمنا بمبادرات عدة، مبادرة حق الوطن، مبادرة نبي الهدى رسول الإنسانية، مبادرة مفاتح الخير، كل هذه المبادرات قمنا بها تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية. بالمشاركة مع هيئات كثيرة ومؤسسات كثيرة، مع المجلس القومي للمرأة كانت هناك مبادرة احميها من الختان، هناك كانت مبادرات عن زواج القاصرات هنا في بني سويف، وذهبنا إلى مبادرة رسول الإنسانية، وكان معانا مجموعة كبيرة من القساوسة ومكرسات الكنيسة، هنا كنا في مستشفى، فكنا بنلف المحافظات. ويمكن الهيئة الإنجليزية عملت معنا كثيرا من هذه المبادرات، وهنا مبادرة مفاتح الخير، مبادرة حق الوطن. مبادرة بكرة لينا مع بهية، هنا نصلي معا، المجلس القومي للأمومة والطفولة. ثم منذ حوالي 5 سنوات وزارة الأوقاف أرسلت بداية 9 واعظات إلى المشاركة في بعثة الحج، ثم توالت هذه المشاركات حتى يومنا الحالي. ثم بدأت الواعظات في الخارج وخارج القطر المصري، وذهبنا إلى السودان، وكانت هناك مبادرة في السودان، واشتغلنا في السودان على تعزيز قيم المواطنة والتسامح وأمور كثيرة والإلحاد وظاهرة العنف ضد المرأة، مجابهة كل هذه الظواهر،
اشتغلنا عليها هناك. مشاركة الواعظات في المحافل والمؤتمرات الحمد لله من فضل الله منذ أن اعتمدت وزارة الأوقاف الواعظات من 2017 وإحنا بنشارك في كل الملتقيات الحمد لله من فضل الله. هنا الإعلام ذكر كثيرا عن مبادرات وعن شغل الواعظات سواء في الحج سواء في الأطروحات، ثم بعد ذلك تم تكريم الواعظات من فخامة رئيس الجمهورية فكرمت الواعظة الدكتورة يمنى أبو النصر، ثم كرمت بفضل الله. ففي الحقيقة أنا بقول الشكر كل الشكر لمن آمن بنا وبدورنا وآمن في قدراتنا وأعطانا الفرصة ومنحنا هذه الفرصة لأن نكون على أرض صلبة ندعو إلى الله عز وجل، ثم كرمنا بعد ذلك فحفظ الله مصر وقائدها وقادتها، وجزاكم الله خيرا وتحيا مصر. تحيا مصر باسم واعظات وزارة الأوقاف أتحدث. شكرا يا أستاذة وفاء على هذا العرض الطيب والشيق والمقترن بصور لم يسبق في هذه الجلسة أن يعرض مثلها، فأنت تفرغتي بهذا العمل فشكر الله لك. الكلمة الآن للأستاذة نور سافيتا مدير معهد التدريب الإسلامي بماليزيا، فلتتفضل مشكورة بإلقاء بحثها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا رئيسة المجلس وسادة العلماء والأساتذة، أولا أشكر لكم شكرا جزيلا لهذه الفرصة. أذن لي أن أعطي الكلام باللغة الإنجليزية. سأعطي الكلام تحت موضوع دور المرأة في تفكير طرق إصلاح في بناء المجتمع. أولا ladies and gentlemen, I would like to thank the organizer for giving us this opportunity to share and convey our experience and perspective from Department of Islamic Development Malaysia regarding the topics women's role in shaping social reform today. And as far as we confirm, Islam give great attention regarding the roles of women in society, their relationship with men as mothers, wife, sisters and daughters. It provides a charter of rules and regulations to make sure that women are protected and respected in every possible scenario in society of Islam. And Islam offers a system for the protection of women and their rights, which offers her dignity and respect. In Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Khairun nas anfa'uhum linnas." So for sure, I confirm that this conference will discuss on the importance role and the manfa'ah from the good person. Who is it? It's the woman. Woman who give the most benefit to the rest of the mankind. And in Malaysia today, our Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim, through Malaysia Madani, always pursue the goal of elevating the participation of women in various fields. It shows the significance of women in the government's commitment. And women in society, ladies and gentlemen, social reforms may involve many fields including economy, politics,
religion, social, and community. And in Malaysia, we have implemented various policies and initiatives to empower women across different aspects of life, including economic empowerment, education, skills and training, political participation, protection from violence and discrimination, as well as health and well-being. And the role of women, as far as we're concerned, and the first one is for me and for us in Malaysia, is very important, the role of women as a caretaker. As a caretaker, women are the primary caretakers of children and elders in every country of the world. And international studies demonstrate that when the economy and political organization of society change, women take the lead in helping the family adjust to a new realities and challenges. That's the role of women as a caretaker. And they are likely to be the prime initiator and a prime minister, I think, of outside assistance, and play an important role in facilitating changes in family time, in family life. And based on UN, United Nations Women Organization report, they said that rural women play a key role in supporting their households and communities in achieving food and nutrition security, generating income, and improving livelihoods and overall well-being. It is from the United Nations Women Organization. And the role of women as an educator, the contribution of women to a society transition from pre-literate to literate, likewise, is undeniable. Basic education is a key to a nation's ability to develop and achieve sustainability target, and research shown that education can improve agricultural productivity, enhance the status of women, enhance the environmental protection, and widely raise the standard of living. It is the mother, the family, who most often urge children of both genders to attend and stay in a school. That is the role of women as an educator. And the third one, the role of women is in the workforce. Today, women, formal and informal labor, can transform a community from relatively autonomous society to participants in the national economy. That the role of women in the workforce. And in politics, the role of women in Malaysia, I particularly say in Malaysia, politics remains an evolving landscape. While women constitute nearly half of the population in Malaysia and actively participate in the electoral process, and their presence in decision-making roles still lags behind. And this is the role of women in politics. So, why? Well, we need, of course, we need more women in parliament. Why? The first reason why is women play a key role in the education of new generation and society building. That is the answer from the question number one. And the second one is women are the essence of life. That we need to understand that women are the essence of life and freedom and care. That is the importance of women, and we need more women in politics to bridge the gender gap. This to bridge the gender gap. And the third one, why? When women are empowered, when we are empowered, the whole economy and community are benefit. That's the, I think that is the reality. And the fourth one, women represent half of the population, and they need to have input into policies that affect them. They have to engage in the politics. And gender equality is essential
to build and strengthen our communities. That is why we need more women in parliament to four points I gave to you. And participation of women in decision-making process is matter of a social justice. So in Malaysia, Malaysian policies and initiative, the Malaysian government continuously working to strengthen women empowerment initiative through strengthen women through empowerment initiative based on the sustainable development goals SDG 2030, and also we based on the principle of Maqasid Syariah, and also on the Malaysian plan. The 12th Malaysian plan, which consists the five principles of Maqasid Syariah, recognize the crucial role of women in achieving the nation development goals. And what are the strategies we are drawn to empower the women? The first one is economic empowerment, through economic empowerment, where the entrepreneurship support by providing skills training and business development program to encourage women-led a business. That is through the first one, economic empowerment. And the second one is through education and training. We promote encouraging girls' participation in science, technology, engineering and mathematics through targeted program and mentorship initiative. It is through education and training. And the third one is on the political participation. In Malaysia, we maintaining the 30% women quota in parliament in Malaysia, and into ensuring adequate representation of women in decision making. And the fourth one is on health and well-being. We investing a healthcare infrastructure and service to reduce maternal mortality rates and ensure access to quality prenatal and postnatal. And in summary, women had a significant role in influencing social reform, both locally and internationally. And I'm giving an example of the position of women in Malaysia. Women make up almost nearly half of the population in Malaysia, and their contribution, both as wives, mothers and workers, to development of the nation and the country is of paramount importance. And to ensure the role women can be utilized broadly, let us go forth empowered by the past, ignited by the present, and unwavering in our commitment to a brighter future and to sustain the overall growth of the ummah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ad-dunya mata'un wa laysa min mata'i dunya shay'un afdalu min al-mar'ah as-salihah." And I think on that point I conclude my presentation, and thank you once again, thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. شكرا للأستاذة نور سافيتا مدير معهد التدريب الإسلامي بماليزيا على هذا البحث الماتع الذي بينت فيه دور المرأة وأن النساء جوهر الحياة ويجب تمكينهن لذلك، ولا بد من مشاركة المرأة في وضع القرار، وأن ذلك يعد نوعا من تمكين المرأة في التنمية المستدامة وغير ذلك من الموضوعات التي يمكن أن يكون للمرأة دور كبير فيها من أجل تنمية المجتمع والارتقاء به. بقي من المتحدثين العبد الفقير، وأنا لن أطيل عليكم، ولكنني أود أن أتحدث عن ما يجب أن تعطاه المرأة من أدوار في الحياة لكي تنهض بها، ولكي يكون هذا الدور نوعا من التطوير ونوع من التجديد في التعامل مع الأحكام الفقهية
التي لا يجوز أن تقف عند حدود النوازل التي بدأت في صدر الإسلام وفي القرون التالية، وإنما يجب أن تنسحب على الواقع المعاصر بل وتمتد إلى المستقبل. وربما كان ذلك هو الغرض من هذا المؤتمر، إننا لا نريد أن نقف عند الماضي أو نكتفي بالحاضر، ولكننا يجب أن نستشرف للمستقبل والأحكام الشرعية صالحة وقادرة على أن تستوعب ما يستجد من أحداث الزمان، وخاصة فيما يتعلق بنشاط المرأة، فإن الأحكام الفقهية لا تمنع أن يكون لها دور وأن يكون لها أثر كبير في بناء النهضة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية على المستوى الوطني وعلى المستوى الأسري كما كان من قبل. هناك قاعدة فقهية تقول إن كل أمر لا يد للإنسان فيه لا يجوز أن يؤاخذ بسببه. يعني أنا حدث لي شيء لا يد ليس بيدي ولا دخل لي به، فلا يجوز أن أحاسب على هذا الأمر. والله تبارك وتعالى خلق الأنثى أنثى بإرادته هو وبخلقه هو، وخلق الرجل رجلا بإرادته هو وبخلقه هو. وإذا كان الإنسان لا يد له في أن يخلق ذكر أو أنثى، فإنه لا يجوز للذكر أن يتميز بهذا الأمر الذي لا يد له فيه على المرأة بهذا الوضع الذي لا يد له التي لا يد لها في ما خلقت فيه أو بالطريقة التي خلقت فيها. هذا أمر يتعلق بقدر الله، وبالتالي لا يجوز أن يكون ذلك سببا في التفريط في حق إنسان لم يرتكب شيئا من الأشياء التي تدعو إلى ظلمه أو إلى غمط حقوقه في الحياة. مثله في ذلك كمثل الرجل. أنا في الجامعة بأجد في كلية الشريعة والقانون البنت بتدرس الشريعة وقانون، والولد بيدرس الشريعة وقانون، الذكر والأنثى في هذا الأمر متساويان. ألاحظ أن الفتى الذي يسابق الفتاة في هذه الدراسة المتشابهة أجد الفتاة متفوقة وتحصل على تقدير امتياز، بينما هذا الذكر الرجل الذي نتكلم باسمه ونقول إنه ولي المرأة وكذا وكذا ربما لم يحصل على نصف ما حصلت عليه الفتاة. فهل من عدل الله عز وجل في تولي المناصب العامة أو الوظائف العامة أن أقول إن هذا الذكر يتولى لأنه ذكر ولا تتولى الأنثى لأنها أنثى، رغم أن تأهيلها العقلي والمهني والعلمي يفوق هذا الولد؟ هل ذلك من عدل الله عز وجل؟ أعتقد أن ذلك من عدل الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى يقيم أحكامه على العدل، فإنه لا يجوز أن يتميز الذكر على الأنثى لمجرد أنه ذكر، بل من الواجب أن تعطى المرأة دورها. إذا كانت المرأة متفوقة في المجال العلمي وفي المجال الطبي وفي المجال الهندسي وغير ذلك من المجالات، اجلسها في البيت وأغمطها حقها لمجرد أنها أنثى وخلقت بأمر لا يد لها فيه، هذا لا يرضي الله ورسوله ولا يجوز أن يكون في حياة أي أمة من الأمم، ويجب أن يكون ذلك هو المنطلق للمستقبل. لا يجوز أن نقف عند الماضي أو عند الحاضر، وإنما يجب أن نستشرف المستقبل بهذه الأحكام. أنا قدمت ورقة بتتكلم عن دور المرأة في البناء السياسي في النشاط السياسي، ولفت نظري أن صورة سبأ وهي على الأقل تؤرخ لهذا الأمر منذ نزول القرآن الكريم، حين تحدثت عن سبأ وهي امرأة ذكرتها كملكة تقود بلدا وتترأسه. هذه السيدة التي تحدث عنها القرآن الكريم بلقيس أرست في كما حكى القرآن الكريم، وكما تعلمون أخبار القرآن الكريم والمعالي العالم الجليل المفسر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح موجود، أخبار القرآن الكريم إنشاءات بمعنى أنها تقيم أمورا يكلفنا الله بها، أي أنها خبر يفيد الطلب كما يقول الأصوليون، والطلب معناه افعلوا أو لا تفعلوا، إن كان خيرا افعلوه وإن كان الذي أخبر عنه القرآن الكريم ليس خير فلا تفعلوا، يعني كأنها تفيد الأمر وتفيد النهي.
تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ، وأنا قرأت القصة واستخرجت منها عددا من المبادئ السياسية، وقرأت كثيرا من الكتب التي تحدثت في هذا المجال في الفقه العربي وفي الفقه الغربي. أقسم بالله لم أجد مبدأ من المبادئ السياسية في العالم خرج عما ذكره القرآن الكريم في سورة سبأ. أضرب لكم مثلا، ولا أريد أن أطيل لأن الوقت قد طال بنا في هذا الأمر. مثلا سبأ تكلمت على كما تحدث القرآن الكريم، فوجئت بخطاب يأتيها من سيدنا سليمان يقول هذا الكتاب يعني إيه معناه، يعني كأنه يريد أن تسلم أمرها وأن تسلم بلدها وأن تخضع لهذا الملك الذي يريد أن يأخذ منها هذا الملك. فحين تلقت الخطاب، وحدث مثل هذا يعد زلزالا في أي بلد، أنها تهدد بالاعتداء وبالاستيلاء على مقدرات البلد من أجنبيين أيا كان هذا الأجنبي، فماذا حصل؟ جمعت الناس، لم تنفرد بقرار ولم تكتب خبرا على من وليت عليها. قالت: يا أيها الملأ، تخاطب الناس، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كان بسبب قصة الهدد وأنتم تعرفونها، ولا أريد أن أكرر في هذه القصة. شوف الأول شيء، الحدث زلزال، ومع ذلك فإنها وهي امرأة كانت في غاية الثبات وفي غاية القوة، لم تتضعضع ولم تضطرب في كلامها، بل ولم تخرج عن حدود الأدب في الخطاب السياسي. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أولا ثبات وأمانة في إلقاء الخبر على الناس، لم تخبئ شيء ولم تكتب خبرا على هؤلاء الذين تفضي إليهم بهذا السر، رغم أنها تعلم أن هذا الخبر قد يكون مصدر كذر عليهم، ومع ذلك لم تخبئ هذا الأمر عليهم. فدل ذلك على منظومة جديدة يحكيها القرآن الكريم في الأدب في الخطاب السياسي، أدب الخطاب السياسي في القرآن الكريم. حين تلقى الناس الكلام منها قالوا إيه؟ ماذا قالوا كما حق القرآن؟ قالوا: نحن أولو قوة، يعني نحن بيدنا القوة، نؤمر فنطاع وننفذ، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني كأن هناك سلطة تشريعية، سلطة آمرة وسلطة مأمورة، وأن كل سلطة في المجتمع الذي تعيش فيه تعرف دورها بأمانة وتعرف رسالتها بصدق وإخلاص، وأن كل فرد من أفراد هذا البلد مستعد أن يؤدي دوره بالذمة والأمانة والإخلاص. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الأمر موقف شديد وموقف يؤرق، فهي تقدر هذا الموقف، وأن الصدام المسلح بين فئتين قد يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. فدرست وتأملت وقالت: شوف الدهاء السياسي في مثل هذه المواقف وعدم التسرع أو التورط في الوصول إلى حروب ستكون الخسارة فيها أرجح من المكاسب. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني حتى في أعز المواقف التي يصطدم فيها النزاع ويشتد فيها الخلاف تريد أن تتلافى هذا الأمر بأسلوب سلمي مهذب ومؤدب، لتتلافى بهذا الأمر ما يمكن أن يترتب على الصدام وعلى الحروب من شرور تهلك البلاد والعباد وتهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وبالتالي كان هذا من المواقف المشهودة لهذه المرأة التي حكى عنها القرآن الكريم في بداية الأمر. القصة معروضة في البحث، والمبادئ معروضة، وأنا أعتقد أن هذه المبادئ لم يخرج عنها النظام الدستوري أو النظم السياسية في أي قانون في العالم، سواء كان النظم اللاتينية أو اللي هي المدارس الشرح على المتون كما يسموها، اللي خدوها من التشريع الإسلامي فكرة الشرح على المتون، أو الأنجلوساكسوني الذي يقوم على المقاييس القضائية أو القياس القضائي بالنسبة للأحداث،
يقولون مثلا ان فيه نظام كذا يبقى نقيس عليه، قضية فلانية حكمنا فيها بكذا يبقى القضية التي حدثت نفسها نحكم فيها بمثل ما حكمنا فيها في القضية الأولى. في نظامين في العالم، وكل هذه النظم حين تتأمل فيها تجد أن القرآن الكريم دون أن يعلم هؤلاء الناس هو المصدر الأول في الآثار التي حكاها القرآن الكريم عن ملكة، عن امرأة، عن سيدة منذ 1400 سنة. طبعا سبق كانت أسبق بكثير من هذا الأمر، ولكن الخبر الذي سجله القرآن الكريم كان وقت نزول القرآن الكريم، يعني من 1400 سنة القرآن الكريم يسجل هذه المبادئ السياسية التي عزت بها دولة ونجت من أشرار ومن أضرار لو وقعت في براثنها لا كان ما لا تحمد ما لا يحمد عقباه. فأنا أعتقد أن هذا الأمر هذا دور من الأدوار التي يجب أن نبرزها، هذا دور الامرأة حكاه القرآن الكريم في علشان يبين لنا أن المرأة يمكن أن تكون قائدة ويمكن أن تكون رائدة ويمكن أن تكون مديرة ويمكن أن تكون رئيسة ويمكن أن تكون قائدة طائرة. احنا كنا مسافرين في إحدى البلاد البعيدة وراكبين طيارة وبعدين فوجئنا إن اللي طالع الذي يقود الطائرة كابتن، فتعجبنا لأننا لم نرى مثل هذا الأمر من قبل. احنا كنا نجاهد كثيرا في أن تقود المرأة سيارة أو إنها تعمل في مصنع أو غير ذلك، فإذ هذه القائدة للطائرة تخرج وهي ترتدي القبعة وتنظر إلينا بشموخ كأعظم الرجال الذين يمارسون هذا العمل أو يؤدون هذه المهنة. لا يجوز أن نقف عند الأحداث السابقة، وإنما يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نعمل عقولنا وأن نجدد الخطاب الديني بهذا الأسلوب المتحضر الذي يحفظ للدين كرامته والذي يسهل الحياة على الناس والذي يعطي لكل إنسان قدره ومنزلته، وإلا فإننا سنظلم الشرع كثيرا، سنظلم كتاب الله كثيرا، وسنظلم أحكام الله كثيرا، وسنظلم دين الله كثيرا. أدعو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه مداخلة سريعة لأن ده همنا الوقت وفضل مداخلة للشيخ عبد الحميد متولي، فأرجو أن يختصر في دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب المنصة الكريمة، أشكركم جميعا على ما تقدم من هذا الحظ الوافر وهو العلم الذي به ينير الله عز وجل قلوبنا وحياتنا وقبورنا، وفي الآخرة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حقيقة أنا أشكر الدكتورة الموقرة دكتورة وفاء، وهي التي أول ما تخرجت من معهد الدعاة كان لي الشرف بتدريبها وفي كل مناسباتها وريادتها في كل الأماكن، أشرف بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها. فهذه المرأة التي تم الاهتمام بها ليس من اليوم وإنما أكثر من 20 عام، أكثر من 20 عام بفضل الله تخرجت من المعهد الثقافي التابع لوزارة الأوقاف، وكان أول لقاء في التدريب حتى تتلقى عملها كان مع العبد الفقير إلى الله، فأسأل الله لها التوفيق والسداد. وكنت يعني في غاية السرور والسعادة وهي تتميز كما قال رئيس الجلسة في هذا العرض العظيم الذي قامت به، فكل الشكر لوزارة الأوقاف المصرية ولمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ولجمهوريتنا مصر العربية ولفخامة الرئيس لرعايته لهذا المؤتمر. شاكرين لكم جميعا ومقدرين جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور عبد الحميد. الأستاذة
الدكتور حسن خليل مدير عام الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له مداخلة في دقيقة يا دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. في الحقيقة إذا كنا نطالب المرأة في خلال هذا المؤتمر أن تقوم ببناء الوعي، فإننا أيضا مطالبون بأن نوفر للمرأة البيئة المناسبة التي تمكنها من القيام بهذا الدور المنوط بها، وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطينا المرأة حقوقها كافة، تلك الحقوق التي هي ليست منة من الرجل أو فضلا، بل هي حقوق أولاها إياها المولى عز وجل في كتابه العزيز وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حصلت المرأة على هذه الحقوق فإنها ستقدم ما هو مطلوب منها على أحسن تقدير. وحقيقة إن إذا نظرنا إلى مسيرة المرأة في الحضارة الإسلامية سنجد أنها إذا كانت الحضارة الإسلامية في أوج عظمتها وفي ظهرها كان هذا هو حال المرأة، أما إذا أصيبت الأمة الإسلامية بجمود أو انغلاق فكري فهذا ينعكس بلا شك على حال المرأة. لذا أطالب أن يقوم المجلس الأعلى الإسلامية بترجمة مستخرجات هذا المؤتمر توصياتي إلى لغات عدة، لأن قضية المرأة ليست قضية محلية بل هي قضية عالمية تهم سكان الأرض قاطبة، وحتى تتم الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر. وشكرا لحضرتكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا يا دكتور حسن. الأستاذة الدكتورة إيمان كمال بحيري واعظة وأستاذ بكلية الطب. دقيقة يا سيادة الدكتورة، الله يكرمك. السلام عليكم. هو بس it's just a note for Malaysia. You said you have in parliament you have women and you need more number in women in parliament, right? This is what you said in the lecture. You have a low number of women in parliament. You need to increase the women number in parliament. So my suggestion is to if you cannot increase the number, you can change the quality. You can input a female preacher in your parliament, maybe more السؤال ولا ايه؟ لا ده اضافه، maybe more effective. سؤال ولا ايه يا رب؟ ده محتاج ترجمه. ثانك يو. انجليزي ده ولا ايه؟ انجليزي خلاص؟ اضافه. شكرا يا دكتور. ولا عارف ايه اللي انقال عشان ارد عليه. ده انجليزي ده ولا ايه؟ مش ترجمين ده؟ شكرا بارك الله فيك. في بهذا نكون قد أتينا لنهاية هذه الجلسة. أشكركم على حسن الحضور وعلى حسن الاستماع وعلى التجاوب في المناقشة، وأشكر السادة العلماء الذين شرفونا على هذه المنصة الكريمة، وأكرر شكري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله وبارك فيه على رعايته لهذا المؤتمر، كما أشكر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الفقيه العلامة حفظه الله وبارك فيه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في رحاب العلم وفي رحاب الخير، ونلتقي دائما على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا. ولا حرمنا منك. شكرا بارك الله فيك.